اشتقنا لكم. هاي يا حلوين، كيفكم؟ اشتقنا لكم. ان شاء الله الكل يكونوا بخير وسلامه. جايز رجعنا لكم فيديو جديد، والفيديو اليوم عن تحدي. لا تقولوا نسيتوا كمان تحدي حجره ورقه مقص. شو شيرين، مالك مبسوطه بهالتحدي؟ خايفه من تشمي الجوارب المعفنه وكمان ماسكه بايدك؟ متابعينا، انت بتعرفي عمر هاي الجوارب الوسخه شقات مشققه؟ عن جد يمكن عمرها صارت 3 سنين ونحن عم نخبيها، مشان كل مرة بنفتح القناة وبتنسكر القناة ونفتح القناة، يعني يمكن صارت 3 سنين وهيك عم بيمر هذا الجوارب. هيك هي لشيرين بتحبها، لو ما كنت تحبيها ما كانت عندك تمسكي فيها. عادي يا حيفة يا شيرين، بعدين بغسل ايدي يا بيرو. ياي عزيز عن ايه دايما، خلينا ما نحكي شيرين المعفنة. نقول نسمي شيرين، اسم شيرين المعفنة. عادي. اوكي جايز، خلي المتابعة للأخير. بنحب كلياتكم، سلام للكل، اكتبونا تعليقات حلوة محترمة مثلكم، بس فجرونا لايكات. يتمنى تفجرونا لايكات، خلينا بقى ننشهر. خلاص يعني امتى بدنا ننشهر؟ يلا يعني بنقلكن عن جد بنشكر الجميع، الكل المتابعين والجداد، بنقلكن اهلا وسهلا فيكم، نورتوا قناه تحديات رانيا، والمتابعين القدماء عن جد يسلموا على تعبكم معنا ولزقوا على التحدي. يلا من نبدا من مين؟ ندرين انت بتحبي شو عن جدينا لهزم الاصابع، بتعملي حالك رجال وبدك تموتي الكل، وانت وهون ما عم تحكي ولا كلمه. شو ما حبيتيها؟ ما حبيتي. يلا ندرين مع استيلا. طيب شو رايكم هيك؟ انا بقول مقابيل هيك قدام المتابعين. شو خايفه من شيرين؟ عدو اللدود. عدوتي ندرين. يلا حجر. طبعا متابعين نحن نايسين، يعني عن جد مو صح، نحن كثير نايسين هذا الشيء، انه نحن دائما نقول هزم الاصابع، مو عشان هيك انه رح نحاول. حجره ورقه مقص. شيرين الصحاطه جاي من درين. ها والله بتاكليها اكثر واكثر. يلا كملوا. حجره ورقه مقص. لا انا شو اعمل؟ لا خلي انا، لا مو جوارب، قلبي طيب يكون، لانه دايما قلبي طيب. مبين قلبك طيب، شو بدك تعملي فيه اذا قلبك طيب؟ بس لا تحطيها بالدنيا. بعرف. لا تعملي هيك بدك تفتحيها. يا شيء اكيد رح افتحها، يعني لازم تكون ماركه اكيد. هاي ماركه. يلا شمي. ايوه. حتى الفك كثير منيحه، لا تنخدري. ها تروحي فيها بعدين بتقعي على السرير انت. خلص اوكي. شو هاي؟ حزنتك. شي ندرين. خلاص اعطيني جواب مرة. فرجيك انا اذا ما حتبت امك. لا حرام عليك. خص. ها مرة ثانية خسرتي. يا شيرين انت دايما بتعرفي انت بس بتاكلي. لا جوارب اوكي احسن من الشحاطة. انا بعطيك. لا عن جد لا، والله العظيم لا. يا شيرين شو بك انت؟ ايه شيرين بكفي. خلص اوكي. حجر ورقة مقص. مرة تانية خسرت شيرين. لك ندرين؟ لك حرام. حجر ورقة مقص. تعال حجر ورقة مقص. متابعين بتعرفوا هلا شو رح يصير؟ مو هلا كيف رح يضربوا بعض. انا متأكدة. مامي عن جد عم تكذب شيرين. انا ما عم بكذب، عيب عليك. عن جد شيرين عم تكذب. ماما لا عرفت بحجره ورقه مقص، هدول بدهم يضربوا بعض. عن جد عرفت رح يضربوا بعض بالصحاطه كمان. يلا ماما بشيرين. خلص بنات بس دقيقه، بس دقيقه خلص. شيرين ضحكت المجنونه. خلص دور على ستيلا وانجينا. بكفي، عرفت رح يصير هذا الشيء بالاخير. انتوا ما بتحملون نفسكم. هي بجيب الشحاطه. ما بجيب انا. خلص اوكي وانا هلا بفرجيكم.
اوكي حجر ورق. شو هدول عاملين حالهم مؤدبين عساسة. شريخ الشبكة شو هاي عساسة هيك هاد المؤدبة والهادي وقلنا هاي شوف لا ضربوا بعض بالأخيرة ما في ما في زعل. ورق ميقاس شو صار؟ لك لك انت شو ستيلا ما تعرف تضرب كمان. متابعينا طلعوا على انجلينا 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 ده تنفجر فيش انجلينا ما عندي يا خذ الجوارب خذ الجوارب فاصل اعلان لازم شوي شموا الريحه اوكي اطول اوكي كمان ورقة نقاس أجينا بليز شو بليز؟ بليز كلي شو لا 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 عفوا لا تحكي هيك عفوا على أساس أنه عم نعمل حالنا أن الجوارب كتير بيضاء وكتير نقاس ورقة نقاس إيه إيه ستيلا انفعلت 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 صارت انفعال اختي صايره ما عم تحكي شو ما عم تحكي صايره انجلينا هيك الصدمه شي اليوم انجلينا شدت شد حا انجلينا شو بكي شو صايره معك انجلينا شو صايره معك لا انا بعرف انجلينا عم تمسك شيرين بس شيرين المجنونه سكتي انجلينا ماسكه حالها حالها كثير بدها تعمل شي مصيبه ونحن خايفين كثير انا اول شي اهرب قبل ما ما في شي في شي في خطه براسها ها فقران بس انجلينا كده مو انا مو تعرفي انا مثلك يعني يعني انت بتشبهي لماما وانجلينا بتحبني كثير انجلينا تبعينا بتكون شي مني انا رايحه بنات بدكم شي مني؟ لا ما رح اضل انا خايف في عيوني انجلينا شي تيجي تعمل شي في شي حجر ورقة ميقاس يا حجر ورقة ميقاس شيرين عيونك ليش هيك صايرة مدورين؟ ورقة ميقاس حجر ورقة ميقاس انا عصبت بحامل في شي عم ينهس ضربي يا استنى 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 ياي لا هون ما استني استني لا شيرين ايه 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 شيرين شيرين خلص هدي حالك شيرين لما بحكي لك عامل شيء تركي بابوش تنانا ورقة بابوشتي هاي اجينا لا ما تصيري انا ماني باللعبة معك خلاص ستيلا ستيلا شو صار معي ستيلا يا حرام شد بس على هاي البنت ستيلا شو يا حسودة عم تغاري منا يا عبد الغم الفقرة شيرين بس ضحكتك دايما والله العظيم خلصنا من اسطنبول وصلنا هون على السينوب وكمان ضحكت شيرين فيه عن جد شيرين انسي ضحكتك بخاف شي يوم بيجي بوليس على هنا وبيقول ونحن عم نحكي ونسيانين ان هدول شو عم بيصير معهم حجر ورقة ميقاس عم ترقصي شو عليك؟ ايش عم تزي حالك؟ حجر ورقة مقاس حجر ورقة مقاس ياي هلا انجلينا عن جد انجلينا ايش علاقة شيرين دايما بهالموضوع؟ بخاف مني لانه انا احلى وحدة بالبيت وانا شو؟ بطلة بطلة ايه بطلة قصدي كلياتكم حلوين مامي عم بقول البطلة أنا لا قلتي اول شيء لانه إيه انا حلوة يعني عم بقول يعني بتغار مني كل شيء عليك نظرين وينك؟ انجلينا استني استني يلا شمي 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 الريحة خلك راحت نحب دفشي دفشي على فرجي اوكي حجر ورقة ميقاس حجر
ورقة مقص حجرة ورقة مقص حجرة ورقة مقص. شيرين شو صار معك شيرين؟ شو صار معك شيرين؟ خلصتني ندرين اليوم ما عم تحكي من كتر أكلة من شيرين ضربت. لا شو ما ضربت يا يلا يلا شو؟ ما لها علاقة شيرين لك, لك يا ملعونة لك يا ملعونة شيرين ما والله ما لها علاقة. خلص دور شيرين. ايه دورنا خلص دور شيرين وندرين. هدي حالك أول شيء لا تكوني مثل شو بدك تقولي هدي حالك حنش؟ شو كانت الكلمة؟ هدي حناش مو بعرف يعني تقولي هدي حالك. قال هي لعبة قوانين هي ما في هدي بتعمل هيك خليها خلينا نشوفك نشوفك اذا اللعبة تكوني هادية ما رح يكون حلو. ليش عم تكذبي؟ لا اخرس يلا بسرعة شو هاي كلام عيب عليكم لا تقولي تكذبي تخرس يا وليك انت قلتك تكذبي عن جد ما قلتش عيب الشوم عليكم هلا فرجيك انا هلا ليش ما عم تحكوا؟ ايش هاد تك 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 تك؟ ايش هاد تم 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 تم؟ ما فهمت عليكم ها؟ يلا لك شو؟ قومي الا مرة بوسيدي يلا شو بوسيدي؟ بوسيدي هاي شو عم تضربيني بوسيدي؟ ليش؟ مو عيب هاي عقاب يعني هيك لا هاي مو عقاب لا ما في بوسي خليها تبوس هالمرة اذا هلا افوز عليك بتبوسيني اوكي دي يلا شو؟ حجر رقمي قص قط 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 يا خلص خلص ضربة 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 لك راحت البنت راحت البنت خليها تروح انا بقول جايز ولا هلا بتقع على الارض ما راح حجرة حجرة ورقة مقص هي السرانية قامت السرانية قامت جيب تمك بصي ما 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 ايوه يلا فرجينا شو شيري خلص هدول انا بدي اسكر خلص رح برجعكم استنوا متابعينا يمكن هدول انجنوا انجرينا لك استيلا تعالي انا بعرف ليش هدول هربوا عم بيخافوا من شيرين لانه شيرين كتير بتهاجم تعالي مامي تعالي شيرين راحت تعالي خلاص تعالي يعني. شو بنقول المجانين يعيشونا في النعيم شو بنعمل تعالي يلا دوركم طيب يجو الدور حاجة ورقة مقص انجينا هدي 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 عليها يا الضربة كملوا بنات انتو ما راح اعطيكم دور لانه عم تخانقوا او عم تضربوا بعض هيك ما بصير ندرين ايوه اوكي يلا كملوا كملوا بنات ورقه مقص المنزلج لا بنات اسكتوا انتوا ايه نسكت انا ما قصيني ما قص مش اه معنا جوال خلاص بنات انتوا تنتين خلاص حجر ورقه مقص بس 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 خلص كابلو يلا حجرة ورقة مقص حجرة ورقة مقص شت استيلا صايرة هيك عساس خلاص لك خلص يا حرام انجلينا منك تركيا في شي بالاخير بس ما بعرف ها بدها تصير شي مع انجلينا خلينا نجهز حالنا انفسنا ها ورقة مقص شو؟ أنا فزت حجر ورقة مقص مرة ثانية أنا فزت كمان يلا سمي أنجلينا سمي 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 يلا المرة الأخيرة نشوف مين فازت؟ أنا دي يلا كملي ليش ما بتخلي؟ خلص أوكي آخر مرة ورقة مقص
مين؟ اضربي. انا راح اعطي لها عقاب الاخير وبس، مجرد هيك ثواني وخلاص. اوكي لا 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 بدنا نعطيها عقاب لستيلا. اوكي مو ستيلا خسرت؟ ايه طبعا. يلا ستيلا اعملي حالك بس ثانيه. يلا تفضلي، بدنا نعمل على الطريقة العربية طبعا. على الطريقة العربية على الطرف من انجلينا. يلا واحد اثنين ثلاثة. تقيلة؟ هذا عقاب لمين؟ يلا ستيلا ما فيك تقول، يلا روحي تعالي. شو هالمشي؟ انجلينا مبسوطة أنت عليها؟ لا ليش؟ أمي أمي الضعيفة النحيفة ما بتحمل متابعينا. جايز وصلنا لآخر فيديو، أنا ما بعرف بس برجع على الغرفة عم بصير مشاغبة، ما بعرف شو عم بصير بالغرفة. تعالوا بنات جايز وصلنا هيك لآخر الفيديو. نتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو، بنقول يوم جديد فيديو، اشتركوا بالقناة حطوا لايك. باي باي.